وتنضم إلينا الآن من أوتاوا سفيرة منى أبو عمارة سفيرة فلسطين في كندا. سيادة السفيرة، أنا برحب بحضرتك على شاشة القاهرة الإخبارية. لا أعرف إن كنت تابعتي هذه اللقطات الخاصة التي عرضتها شاشة القاهرة الإخبارية الآن لمستشفى الشفاء الطبي وهذه الحالات المتكدسة على أرضية المستشفى دون علاج دون بنج، وكذلك ما وصفه القائم بعمل هذا الفيديو من أنه إبادة جماعية تحديدا للأطفال. كيف تعلقين على كل هذه المشاهد؟ أهلا وسهلا فيكم. صحيح، هذا إبادة جماعية عم بتصير على العلن أمام العالم بدون تدخل. يعني تجريد الفلسطيني من إنسانيته وصل لمراحل هاي المناظر ما رح نشوفها كان في أي مكان آخر من العالم لو كان اللي بتعرضوا له مش فلسطيني للأسف. طيب، يعني كيف تتوقعين من نتائج القمة فيما يخص الإجماع العربي على رفض وإدانة السياسات التهجير القسري والإبادة الجماعية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا بقواعد القانون الدولي والإنساني؟ يعني طبعا احنا هذا مش اول اجتماع وتوافق عربي على ضرورة تمديد بكل ما تقوم به اسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني كإبادة وك تجويع وتشريد ونكبة مستمرة. في النهاية احنا هدفنا واللي بنتأمله من القمم بشكل عام اللي راح تيجي هي ايقاف هذه الحرب المتواصلة على شعبنا، وعشان هيك احنا مفروض نكون ايد واحدة في فرض هذا الواقع الجديد، في فرض هذا الواقع مش بس على اسرائيل، على دول المجتمع الدولي اللي بتساند اسرائيل واللي معطياها ضوء اخضر للقيام بمثل هذا الامر على الارض، ومنها طبعا الدول اللي موجوده فيها امريكا وكندا واوروبا اللي بيقدروا انهم يكون في النهايه لهم دور في ايقاف شلال الدم اللي عم بتعرض له فلسطين. نعم سياده السفيره، وحضرتك ربما مواطنه فلسطينيه في المقام الاول ودبلوماسيه في المقام الثاني، ما هو الدور الذي تقومون به وانت ربما في اقصى الكره الارضيه والراي العام ربما لا يستوعب، لديك طبعا في كندا لا يستوعب حقيقة ما يحدث في فلسطين حتى ولو كانت ربما رؤية تغيرت قليلا، لكن بالطبع أكيد لكم دور في هذا. صحيح، لا هو الرأي العام بشكل عام مساند لفلسطين والشعب الفلسطيني، الشارع مساند. المشكلة في إنه الإعلام اللي هو المفروض دائما إحنا بنيجي بنحكي إنه موجودة في بلد اللي المفروض القيم والمبادئ والإعلام الحر وكل هاي النظريات اللي المجتمع الغربي بشكل عام بنظرها على العالم العربي، الإعلام الغربي ما بيورجي حقيقة ما يحدث على الأرض الفلسطينية، لأنه في النهاية أي شخص عنده ضمير رح في النهاية يكون واقف مع الحق الفلسطيني في حال تم تقديم الصورة كما هي، بس بالنهاية مش هذا هو الهدف. ومساندة تامة للخطاب الإسرائيلي بالنهاية بيحتاج شغل كتير كبير من الحكومات لتصوير هاي المساندة بالنسبة لشعبها كحق وكخطوة مضبوطة وصحيحة وكدعم للقانون، مع إنها هي بالعكس بكل خطوة من هاي الخطوات خرق تام للقانون الدولي والنظام الدولي القائم على القانون. نعم سيادة السفيرة، يعني الرئيس الأمريكي جو بايدن وقد أكد من قبل أنه طلب توقفا في القتال 3 أيام في غزة بل ولمدة أطول من ذلك لإخراج المحتجزين، إلا أن ما حدث هو إقرار وهدنة لمدة 4 ساعات فقط يوميا، والتي وصفها رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان بأنها غير كافية. كيف تفسرين ما حدث؟ هو تراجع من بايدن في مطلبه أم هو عدم الامتثال لطلبه من قبل إسرائيل؟
يعني هي طبعا اسرائيل اكيد ما رح تكون بدها تمثل، بس الفرق هون فكره انه احنا بنصدق انه امريكا مش قادره تخلي اسرائيل تمتثل ام لا، هذا موضوع اخر. ففي النهايه الاعطاء هاي الصوره لتبييض صفحه امريكا انها هي عم بتحاول، بس بالنهايه القرار المستقل لاسرائيل اللي هي بتزودهم في مليارات من المساعدات والاسلحه، هذا الامر شوي استخفاف في عقول الفلسطينيين والمجتمع الدولي بشكل عام. ففي النهاية في قدرة عند دول كتير من المجتمع الدولي، لأنه إحنا نشوف مش هدنة لأربع ساعات عم تفيد بس إسرائيل، لأنه في النهاية حتى النازحين اللي عم يطلعوا عم بنقصفوا، حتى المستشفيات اللي فيها لو وقفنا القصف بالنهاية لا عندهم الخدمات الطبية متوفرة ولا عندهم حتى بنج يقدروا يعملوا فيه العمليات زي ما قبل شوي حطيته بالتقرير. ففكرة إنه إحنا نتحدث، وأنا قلتها هون في الإعلام الكندي، نتحدث عن أربع ساعات لهدنة أو لهدن لأكم من يوم، المهم في هذا الموضوع ما بعد، هي المهم انه انتم بدكم تطعمونا وتشربونا وتداوونا عشان تقصفونا في النهايه، ام في بناء على هذا الموضوع لا تقديم الحمايه اللي يستحقها الشعب الفلسطيني.